لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي الترم الاول، والنهاردة بنكمل مع بعض لسون 4 او الدرس الرابع فونكس او الصوتيات في يونت 2 طبعا. وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء بتاع درس النهاردة هو جزء مهم جدا وهو الفونكس او الصوتيات، وبنتكلم عن ازاي ننطق حرف الاو او لما يكون عندنا اي كلمة فيها او ازاي بننطقهم. طبعا بننطقهم كأنهم حرف واحد او واحدة، او بننطقهم بشكل ممدود او زي كلمة food 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 يعني طعام. طبعا هنا نطقناها بشكل ممدود شوية، وده اسمه اللونج فاول يا اصحابي، او نطق الحروف المتحركة بشكل ممدود. وزي كلمة moon 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 طبعا هنا نطقناها برضو بشكل ممدود شوية. اما لو في بعض الكلمات التانية زي كلمة بوك بوك بوك، هنا نطقنا الاو او كأنها او واحدة من غير ما نمدها. وزي كلمة كوك كوك كوك، وزي كلمة جود جود جود، هنا نطقنا الاو او كأنها او واحدة فما نطقناهاش بشكل ممدود، وده بنسميه الشورت فاول او نطق الحروف المتحركة بشكل غير ممدود. فلازم نكون عارفين ان احنا ممكن ننطقها بالشكل ده في بعض الكلمات او بالشكل الممدود، ولازم كمان نكون عارفين ان احنا ممكن ننطقها كأنها او واحدة في بعض الكلمات التانية. فبيقول لنا هنا مثلا study the examples او ادرس الامثلة، فبيقول لنا healthy food الطعام الصحي، puts عادل خلى عادل in a good mood in a good mood في مزاج في حالة مزاجية جيدة، لما هو بياكل أكل صحي الحالة المزاجية بتاعته حالة جيدة. وطبعا ده كان اكزامبل على اللونج فاول في كلمة food وفي كلمة mood، وطبعا ده اكزامبل على الشورت فاول زي كلمة good. ونوصل لليسون 5 أو الدرس رقم 5، وهو خاص بالريدنج أو بالقراءة. فهو مدينا هنا طبعا بعض الكلمات، هي كلمات مهمة جدا ليها دعوة بالهيلثي بادي أو بالجسم الصحي، زي كلمة skin 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 يعني جلد، وزي كلمة dirt 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 يعني قاذورات، وزي كلمة germs 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 يعني جراثيم، وزي كلمة layers 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 يعني طبقات، وزي كلمة sunburn 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 يعني حرق الشمس. لما حد بيقف في الشمس لوقت طويل شوية ممكن يحصل له sunburn أو حرق من حروق الشمس، الشمس تحرق جلده. وزي كلمة sunscreen 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 اللي هو كريم الحماية من الشمس اللي احنا ساعات بنستخدمه واحنا في السمر فيكيشن واحنا على البيتش او على الشاطئ، بنحط السانسكرين ده على جلدنا علشان يحمينا من اشعة الشمس الضارة. وهنا في بعض الكلمات لازم نكون عارفينها مع بعض، زي كلمة مثلا organ 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 يعني عضو، body 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 يعني جسم، protect 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 يعني يحمي، cool 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 يعني بارد، وهنا نطقنا الـ OO زي ما قلنا بشكل اللونج فاول فنطقناهم بشكل ممتد شوية.
وزي كلمة weather 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 يعني طقس، وزي كلمة top layer top layer top layer top layer أو الطبقة العليا. وهنا طبعا بيكلمنا عن طبقات الجلد، وان الطبقة العليا من الجلد بتبقى متعرضة للشمس، فلو عرضنا جلدنا ونفسنا للشمس بشكل مستمر التوب لاير دي او الطبقة العليا من الجلد دي بيحصل لها sunburn او حرق من حروق الشمس زي ما قلنا من شوية. middle layer يعني الطبقة الوسطى، الطبقة اللي في النص، middle يعني اوسط او وسطى. واخر حاجة bottom layer يعني الطبقة السفلى، اخر طبقة تحت خالص في الجلد زي ما قلنا من شوية. large يعني كبير. lungs يعني الرئتين. the sun يعني الشمس. hot يعني ساخن. healthy يعني صحي. damage يعني يفسد. blood vessels يعني الأوعية الدموية. attach to يعني يلتصق بي، يعني يلتصق بي attach to. كده نكون أخذنا الفونكس أو الصوتيات، وكمان الريدنج والقراءة والكلمات الخاصة بليسون 4 وبليسون 5، ونكون أنهينا درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الحلقة الجاية إن شاء الله نحل بعض الإكسرسايزز أو التدريبات على الجزء اللي فات. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.